وللمزيد حول تزايد نسب التلوث في العراق، وفق تقرير منظمة اي كيو اير الدولية، ينضم الينا عبر الهاتف من لندن اخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. اهلا ومرحبا بك دكتور عرفان. حياك الله يا اخي، تحية لك ولجميع المشاهدين. حياك الله. منظمة اي كيو اير الدولية تقول ان نوعية الهواء وصلت الى مراحل خطرة في العراق تهدد الصحة العامة. ما الذي أوصل البلاد إلى هذه المستويات من التلوث الخطيرة؟ ومن المسؤول برأيك؟ هنالك مصطلح إذا نقدر نقول عليه يعني من الحديث أو في بداية كلامنا، أن نقول أن العراق في حالة تلوث بلا حدود. هنالك حالة ظاهرة التغير المناخي اللي حصلت بالعراق، واللي يصنف وفق منظمة الصحة العالمية كخامس أكثر دول العالم تضرراً من هذه الظاهرة، والتي هي آخذة في التفاقم، حيث أنه هنالك خبراء يشيرون أنه وجود عوامل وراء ارتفاع نسبة تلوث الهواء. نعم. الهجرة الواسعة من الأرياف وانتشار العشوائيات في أطراف المدن وتهالك البنى التحتية والخدمية، التصحر والجفاف، مخلفات الحروب مع التلوث الإشعاعي اللي صار بعد كل حرب، معدلات النمو السكاني غير المخطط لها المتصاعدة بالعراق، هذا شكل قوة ضغط على الموارد الطبيعية والبيئية. مشكلة الملوحة وشحة المياه نتيجة لسياسات البوزان المتشاطئة مع العراق. فشل نموذج الدولة العراقية الجديدة بعد عام 2003 في إقامة ركائز سياسية بيئية ذات طابع مؤسساتي ومنظمة بقانون، وإن يكون لها دور فعال في رفع مستوى التوعية المجتمعية ومعاقبة المخالفين والمتجاوزين على البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم كمحاسبة من يقوم مثلا بتجريف البساتين والتجاوز على الأهوار وإلقاء المخلفات الصناعية والكيميائية في الأنهار. هذه كلها أدت إلى حصول التلوثات. حال شغلة مهمة جدا، الغبار في العراق، احنا الآن في العراق عندنا غبار. الغبار في العراق يحتوي على 37 نوع من المعادن ذات التأثير الخطير على الصحة العامة، إضافة إلى 147 نوع مختلف من البكتيريا والفطريات اللي تساعد على انتشار الأمراض. هنالك تقارير أشارت إلى ارتفاع تركيز ملوثات بالجو. عندنا ستاندرد بالعالم اسمه PM2.5، هذا وصل إلى ما يقارب 39.6% مايكروغرام بالمتر المكعب. المنظمة الصحة العالمية تقول إحنا المفروض ما يتجاوز بكل دولة هذا التركيز إلى 5 مايكروغرام، إحنا إيش قد وصلنا؟ 39.6. يعني هذا المؤشر، مؤشر التلوث جدا عالي، أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي. دكتور عرفان، يعني في ظل هذه المعطيات التي تكلمت عنها في إجابتك، يعني ما تداعيات خطر تلوث الهواء على صحة العراقيين وكيف سيكون المستقبل؟ العراق شهد بالسنوات العشر الأخيرة انتشار لأمراض وأوبئة كثيرة ما عرفها العراقي من قبل، صنفها مختصون بأنها من أخطر الأمراض المستعصية والقاتلة، لأنه تأشر يعني إلها تأثير حقيقي على حياة المواطنين. حسب مختصين، أبرز هذه الأمراض الحمى النزفية، السرطانات والتشوهات الولادية اللي طبعا احنا شفناها، يعني انا قبل 2003 هذه شفناها بعد حرب 1991 عندما القيت القنابل واليورانيوم، والمنظمه كنا نشوف تشوهات زادت اكثر بعد 2003. السل، الجدري، الجرب، الكوليرا، الامراض المنتشره ما بين الماشيه والاغنام والانسان، معظم هاي الامراض فتاكه وقاتله ولكن بشكل بطيء. بالاضافه الى هذه اخي العزيز، هنالك حالات يعني التلوث مو بس التلوث البيئي بصوره عامه، يعني وجود يعني شغلات التلوث الملوثات، ايضا الضجيج، الارتفاع مستوى الضوضاء ادت الى حدوث حالات نفسيه كثيره عند المواطنين العراقيين، وبالتالي شفنا زياده في حالات الاكتئاب والقلق والدبرشن اللي احنا نسميها الاكتئاب يعني. هذه كلها شو اسمه منظمه الصحه العالميه كشفت عن ارتفاع عدد مرضى السرطان بالعراق، انه وصلوا الى 25 ألف مصاب في اخر فتره،
و57% من النساء، هذه كلها بسبب التلوث. نعم، أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.